الشركه ديال الاوراش ومعامل المغرب، شركه اللي وطنيه اللي كيكزيست من 1944 في البوغ ديال الدار البيضاء، واللي عندها لاكتيفيتي اسونسييل، عندها لا ريباراسيون نافال، كدير صيانه السفن والصيانه الصناعيه بصفه عامه. دونك حنايا الوجود ديالنا اليوم في هذا المعهد ديال ليزام مهم، وحنايا فرحانين اننا نكونوا هنايا في الاطار ديال المسؤوليه الاجتماعيه ديال الشركه ديالنا. هاد الطلبه هادو اللي جداد في هاد لو سيكل ديال لا ريباراسيون نافال، كنظن ما بين الشركات القليله ولا كي ستركتوري اللي تقدر تستقطبهم هي شركه اوراش ومعامل المغرب، وعندنا اون فيليال في اكادير اللي هي لي زاكاس. تقريبا حنا بجوج ونفي تقريبا واحد 500 ديال لي فيكتيف. ودونك هنايا باش نكونوا استماع لهاد لي جون هادو، ونشوفوا كيفاش نوفروا لهم دي ستاج، وكيفاش نوفروا لهم مناصب في المستقبل ان شاء الله، وخصوصا مع التحديات ديال القطاع ديالنا اللي هي تحديات ما ساهلاش. حنايا راه كنتسناو ان شاء الله واحد المشروع باش نزيدوا للقدام، شركه وطنيه وتزيد للقدام وعندها المواهب ديالها، عندها الكفاءات. شركه تبارك الله عندها كفاءات صناعيه اللي هي كبيره، واللي كيخدموا لا في المجال البحري لا في المجال الصناعي، كاع اللي كيخدم في البحري كيقدر يخدم في المجال الصناعي. وهو اللي خصو يدار، خصنا بيان سور لافراستركتور مهمه في هذا الميدان، خص تكون اون افراستركتور دو كاليتي، ولكن اللي كيبان لي مهم بزاف هو نثقوا في الكفاءات ديال البلاد ديالنا، خصوصا مع هذا كوفيد اللي داز علينا، خصنا نثقوا شويه في الكفاءات ديال البلاد ديالنا. كاين دي جون تري كومبيتون، دي جون باسوني اللي باغيين باش يزيدوا القدام بهذا الشيء، خصنا نثقوا فيهم. هذا الدومين سي ان دومين دو سوفرينتي ديال لا ريباراسيون نافال، لاننا راه لي باتو كونكوفر مثلا سي دي باتو دو ديفونس ناسيونال، لي باتو ديال لا مارين الى اخره، يعني سي ان دومين اللي هو مهم اللي خصنا نشجعوا فيه الكفاءه. والكفاءه كاينه، حنا راه اون في سا دوبي 75 سنه تقريبا، يعني الكفاءه كاينه في صيانه الناس كيجيو عندنا من برا باش يقادوا لي باتو ديالهم. الحاجه الوحيده اللي كتخليهم ما يجيوش دي فوا هو هذا لو مونك دافراستركتور. دونك انا كنظن ان المستقبل ان شاء الله غادي يكون زاهر، خص غير الثقه ديال لي زانستيتيسيون في الشركات الوطنيه وفي الكفاءات الوطنيه، وان شاء الله هذا الميدان غيمشي بعيد بحال اللي مشى لوطوموبيل. غادي نكونوا فخورين بهذا الاندستري ديال النافال، لانه اون بليس اون اندستري الا مشيتي تشوف شي بلدان بحال لا كوري دو سود راه تطورت بلاندستري نافال. الا كونتي كفاءه في لاندستري نافال راه كتقدر تكون كتقدر تقاد بها كاع لي زوتر اندستري اللي عندك في البلاد. دونك انا كنظن خصنا نشجعوا هذا القطاع هذا اللي هو قطاع مهم في كوفيد، بان لينا باللي قطاع مهم بزاف، لان اون ديبوندي بزاف ديال لا مارشانديز اللي كتجي من برا، لي زامبورتاسيون لي زيكسبورتاسيون الى اخره. ودونك اليوم خصنا نثقوا في هذا المجال، ونثقوا في الشركات الوطنيه كما كنقولوا، وان شاء الله المجال غادي يعطي الاكل ديالو.